دابا نهار الاول حنا فاش تزوجنا كل واحد عنده الطبيعه ديالو صراحه، وراه باب ما كانتش كتخيل الراجل ديالي كيفاش غيكون، وانا ما كنتش كتخيل المراه ديالي كيفاش غتكون. ولكن من بعد ما تلاقينا لقينا بان حنا اون تري ديفيرون، اون فيت اون تري ديفيرون، ولكن كل واحد كيحاول يحترم ليسباس ديال الاخر، ونحاولوا نخلقوا واحد لو تيران دونطونت اللي كنقدروا نتلاقاو فيه. ما كنتلاقوش دائما، ماشي دائما حنا كنتفاهموا حنا كاي كوبل، يعني ماشي حنا يا سميت حتى حنا عندنا المشاكل ديالنا وعندنا داكشي، ولكن كنحاول نتجاوزوهم بحال اي واحد. هادشي هو اللي كاين. واه الكوميونيتي كاينه قبل من يوتيوب، هما اللي طلبوا مني يوتيوب وكنحمق عليهم وكنبغيهم، وماشي ضروري يوتيوب، يكون انستغرام، يكون يعني كنتواصل معاهم باي طريقه، لي ميتينغ فين ما كنمشي شي مدينه كنتلاقى معاهم وصافي. يوتيوب مره مره هو ولقانا ديالو. كيفاش كتحضر الدعم رابط هادشي اللي كدير؟ انا الدعم ديالي هو انه كنخليها هي تاخذ القرارات بيدها باش تحس بالمسؤوليه ديال داكشي اللي كدير، وملي كتوصل شي حاجه كتحس بغيتها دائما تحس براسها بانها هي اللي وصلت، حنا غير كنعاونوها. يعني هذاك هو كيفاش نقول لك، هو النجاح ديال الواحد كيحس بانه حقق واحد الحاجه، حنا معاها كندعموها، ولكن بغيتها تحس بان كدات وعملت باش توصل لواحد الحاجه. حيت هذا بالنسبه لي هذاك هو النجاح الحقيقي، فهمتيني؟ كيكونوا دائما واحد الناس اللي كيانفلونسيو الحياه ديالنا وكيورونا شنو كنديروا، ولكن الا ما خدمناش ما نوصلوش نوصلوا داك الشيء اللي كاين. الحمد لله رباب استطاعت دير واحد القاعده جماهيريه كبيره وغاديه كتنميها، والله يسر لها الامور. هادشي ماشي سهل، الحياه ديال اليوتيوب ماشي سهله، كتكون مضطره انها دير بزاف ديال الساكريفيس، ولكن الحمد لله حنا غاديين. فوالا شوف اكبر فلوغرز واكبر يوتيوبرز في المغرب بعدا من هنا واحد بعدا واحد خمس سنين الا استمرت هكا تكون من لي ميور. اذا بقى يوتيوب من هنا خمس سنين، اذا بقى يوتيوب الا ما خرجتش شي بلاتفورم واحده اخرى، حيت عندها لي زاتو، حتى الا خرجت شي بلاتفورم واحده اخرى نمشيو لها حنا نتعلموا فيها. فوالا لان الجمهور ديالها عندها القاعده، دونك غيمشيو معاها الناس فيما مشات.